في مثل يقول اللي حضر حضر واللي ما حضر راحت عليه. هلا 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 طبوشك الخبزات ولك. حرام عليك. ما يحبه ما يحبه قال ما يحبه. سبنا عيه يا طاقلت على الإمام. اقسم اجعل لحد أحوش. بلاش تشتي شباب. يا جايب الخير صبح ديرتي بالخير. يالله مسي هلي بالحب والأفراح. يسعد صباحك. يسعد صباحك محمد. اليوم مسخن فلسطيني على أصوله. بالبداية ودنا نتعرف على طريقته مسخن. أهم عنصرين فيهم اللي هو السماق البلدي والزيت الزيتون البلدي. هسه في ناس بيحبوه مع العظم يعني اللي هو جاج كامل. آه. وفي ناس بيعملوه مسحب. احنا بنعمل الطريقتين اليوم كمان. بس الأقدم الأقدم الأصول طبعا بالعظم وبنحط على اللي هو الخبز الطابون. نبلش بالطريقة. يلا قول يا رب. يلا شو هسه أنا شو وظيفتي اليوم معك؟ انت نلبس جلافز. جلافز أول شيء. يلا أعطيني. وبدك كيف مع البصل انت؟ مية مية سيدي. شو ما ودك أنا جاهز. مهما يضيق الزمن ما نشعر بغيظ. مكونات سلق الدجاج. أول شيء بنحط الليمون عشان الزنخة بتاعت الدجاج تروح. تمام. هاي ليمون وقرفة عيدان. مية مية. قرنفل. مية مية. كزبرة. هيل. لومي. مية مية. هذول هم. مية مية. وراس بصل. سنين ثوم عشان يعطوا طعم. بس تروح من عندي ودك البصل؟ اه هات لك بصل. هاك سيدي تفضل. اه معلم. ايه كيف كيفك سيدي. الدنيا تشتي وحطب يغلي عليه بويك والهيل بدل غالنا بالمسا فواك. هي غسلنا الدجاجات محمد وزبطناهم. ايوه عشان نقطعهم انصاص. معنا قديش الحجم؟ حجم عادي الدجاج العادي يعني هي كيلو 200 كيلو 300 جرام. مازال رف الحمام اللي عسور الحوش موجود يبني بطاقات الامل. بعد ما قطعنا الدجاج وجهزنا هذه ايش يقولوا لها؟ هاي عشان الزفر تاعت الدجاج. وهسع غليت المي ودنا نزل الدجاج. ودك تسلق الدجاج. يلا سلق. يلا اول شيء بنحط اللي بالعظم لانه باخذ فتره اطول من ال وبعدين المسحب. اه بالضبط. بطاقات الامل عشوش هذا محمد نبدو كل شوي. ترى البابور له ذكريات حلوه. اه له ذكريات معي يعني الا كل بيت له فيه ذكريات. سلقنا الدجاج بالضبط. هسه ودنا نزيد الحوايج. اه احنا شلنا اللي هو الزفر اللي بيطلع ضروري تشيله. اه طبعا. تمام هسا احط الحوايج. يلا زي ما هن ولا زي ما هم. بنحرك شوي. يا ريت ارجع طفل بالمدرسه يا غاري كل يوم ام الصبح تفتح لي باب البيت تعطيني. هسا احنا الطريقه الثانيه اللي هي الخلطه اللي هي الخلطه. تتبيل. الخلطه ايش المكونات؟ تتبيل يعني. ايش المكونات والله؟ بصل وسماق. والسماق وزيت زيتون. واسمع ورا الباب ابوه يقول يا فتاح الارض نفس الارض والناس نفس الناس يا ريت نرجع. كيف ريحه الزيت؟ فرجه. هسه محمد هيك ذبل البصلات يعني كويس. اعطينا السماق والملح. يلا لو سمحت. يا ريت نرجع سوا نزرع عشق واحساس نبدر مشاعر فخر. محمد شو شفت الفرن شو وضعه؟ هسه اشوف لك الفرن. شيك عليه انا شغلته. نحصد سبل نوباس يلا تجي بالهنا. هسه بدنا نجيب الصواني محمد تعون الفرن. هذول مخصوص للفرن. بدك تحمر الدجاج؟ اول شيء شو بنسوي؟ تغطس. نعمل بالدجاجة ومنزيد تاونا. مية مية. ها يا وطن اين مالي غير يا وطن انت محبوبي على طول الزمان.
في عندي غير كلمة عشقك، كل شي فيا يقولها سر وعلا. هسه تشريب الخبز يلا يا سيدي. ما في عندي غير كلمة عشقك. أعطيني الطريقة الثانية للتشريب. الأحسن؟ أيوة. هيك. شوف هسا على الطريقة الثانية اللي هو المسخن الرول. الرول بالصوت. سكر خفيف. يلا حطيت لك معلقتين. كاسة شاي اليوم عملنا لك اياها فقرة. كاسة شاي بتصحصح الواحد. واحلى كاسة شاي للفور. عشت. صحة ونعمة. حرام عليك. كمان مظبوطة؟ ايش دلعه؟ زلمة حرام عليك ملح مش مخ... انت يعني تعمل زي هيك. بسم الله سلام الصوت. الله الله. هاي سندوتش الصباح. ابدعت 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 والله أبدعت. شوف هي جهز اللوز. أنا عندي الدجاج. بينا إيش؟ أنا صفيتها. استويت أنت؟ وأنا والله استويت من الجوع. شوف الله يعطيك العافية. الله يعافيك. والله أبدعت. أنت اللي أبدعت اليوم. يعني أقسم بالله مسخنات على أصولهن. والله على أصولهن. على أصولهم والله. ودنا تسمحوا لنا ناكل إن شاء الله. نشوفكم بحلقة جديدة على خير وسلامة. كل الاحترام.